نخش كده عند التفصيلنا، مش قصدي والله، انا قصدي انها حاجه يعني قويه وكده، مش بالمعنى الصليبي اللي هو بتاع اورشليم والكلام ده، انما كلامي معاه يعني طبيعه العمليه الدينيه ما تستقلش عن العمليه السياسيه. حظ جزء من موضوع الحساسية اللغوية يعني صفة شخصية. خلاص عشان زمايلك يعني يرجح الأقوال، أنا ليا كتاب في الموضوع ده، حي بن قزان ليها أربع صيغ. واحدة كانت أولا في صيغة سكندرية قديمة دي منسية، وبعدين في حي بن قزان المشهورة أو الأولى لابن سينا، وبعدين المشهورة جدا لابن طفيل، وبعدين المعارضة بتاعتها للسهروردي، وبعدين ابن النفيس. بس سهروردي كتب قصته تحت عنوان الغربة الغربية، وابن النفيس كتبها تحت عنوان فاضل ابن ناطق. تفضل. ايه ده؟ تفضل. انا باصص الناحية دي، معلش انت بعده، تفضل. كل واحد بيؤمن بحاجة بيتصور انه هو اللي على حق والاخرين على باطل، وكل مجموعة بتؤمن بعقيدة بتشوف ان هي الفرقة الناجية، سواء ده تم في اطار اليهودية او الاسلام او المسيحية أو. فاذا ما اقترن ذلك بفقه العنف الديني بتحصل المجازر دي. ما هذا شكل من أشكال العنف الفكري، بس المتوسل بالدين أو المرتبط بالدين. ليه؟ لأن أنت لما بيحصل عنف بينك وبين حد على خلفية اقتصادية مثلا، ممكن تعمل مساومة كده كومبرومايز وخلاص، ده هياخد الحتة دي وسيبه ونسيب. ماشي؟ إنما في الدين إذا حصل صدام ده انت بتلغي الاخر تماما. بس عشان كده انا بقول ان التصوف او الرؤية الصوفية هي الحل للحالة المصرية الحالية، بمعنى انه الطرح الصوفي بيشوف انه المدار على القلب وليس على المذهب العقائدي. وطبعا الصوفية ليهم كلام كتير في هذه المسألة، أشهرها طبعا الأبيات بتاعت ابن عربي، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان، إلى أن يقول يعني أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني بدون تخصيص. هو
نسب لعفيف الدين التلمساني ولم يصح لم أجده في الديوان. إنما هذا الكلام له سبب، إن الصوفية ترى إن الأصل في الوجود كله هو الطاعة لله، وإن الكفر ده حالة ذهنية وكلام في الهوى، وبيستدلوا على كده استدلال شرعي بالآية وإن من شيء. فبالتالي هو الكافر ده ما هو شيء، والميكروفون ده شيء، وبالتالي يبقى الكون كله في حالة تسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحا. لا، عليكم في المنظور الصوفي عليكم بأنفسكم. انتم مين؟ لا لا، لم يصح هذا يعني عن شخص. بقول لك نسب إلى عفيف الدين التلمساني ونسب إلى ابن عربي، ولم نجد ذلك في كتبهم أبدا. زي ما نسب كده لابن سبعين إنه قال لقد حجر ابن آمنة واسعا بقوله لا نبي بعدي. كتب ابن سبعين موجودة ما فيهاش الكلام ده، فمش هنقعد نرمي عصاية ونجري وراها. وبعدين إيه، تصحح ولا ما تصححش؟ ما هو تصحح، هو انت في الحقيقة بتحاسب الناس على مذهبها. أجل الحكاية دي ليوم القيامة، عندنا حاجات تانية نعملها، في عندنا امتحانات آخر السنة، وعندنا صحيح يعني احنا بنترك ما يجب علينا وبننازع ربنا في سلطانه، فاحنا اللي بنقول ده أصل ده كافر. يا سيدي انت مالك؟ ايه الخلاص دي؟ ايه الخلاص دي؟ دي فكرة يهودية، دي فكرة يهودية، فيش في الإسلام فكرة الخلاص. انت طبيب؟ طب الخلاص ده لما الواحدة بتولد بيبقى. استنى بس يا دكتور، يا دكتور لحظة بس، لحظة 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 لحظة. فكرة الخلاص مرتبطة بفكرة أساسية هي الخطية الأزلية، والإسلام متحرر من الحكاية دي خالص، ما عندوش. وتلقى آدم من ربه كلمات فتبع، خلاص انتهينا بقى من الموضوع ده، مش ما عادش تقول كلمة الخلاص دي تاني. المعاملة، الدين المعاملة، معاملتك مع الناس. أنا مال أنا؟ أنا ما أنا دلوقتي أنا مسؤول عن طريق، أنا مش مسؤول عن طريق الآخرين. أنت بتسألني أنا شخصياً؟ لا، بس سؤالك ده يعني مشخص ولا عام؟ عام يبقى مالكش فيه، مش هتسأل انت كل البشر ايه اعتقاداتهم عشان نظبطها، مالكش دعوة. انت مالك؟